الدكتور حكى انه ضروري هاي لازم نعمل لها صورة أشعة. يا ساتر يا رب. راح يا محمود بالراحة، احنا مسعفين جوليا. جوليا تعرضت لهواية من صوت الصواريخ، خافت ووقعت عليها جرة الغاز، واحنا حاليا مسعفينها على المستشفى وان شاء الله خير. ما تخافي يا بابا، ما تخافي، ماشي؟ ما تخافي، حسبنا الله ونعم الوكيل. جوليا مرعوبة خايفة، ما تخافي يا بابا، ما تخافي، ان شاء الله خير. الاولاد مرعوبين كتير من صوت، من قوة صوت الانفجارات اللي بتصير في غزة، صوت القصف. يا ساتر يا رب. حتى جوليا يعني ما قدرتش تلبس بوت واجت حافية على المستشفى. يلا يا عمري، يلا الف سلام عليك، تعالي. والله بده ساعتين ثلاثة مطروق الرجل الاشياء بالبينة. لو مسكنا اصبعها هذا عادي، بتمسك اصبعها عادي، تمسك رجلها كلها، فيش شيء. طب لو بدها غرز مبينش انه بدها غرز او شيء؟ مش هذا تبع عليه هو، بس خلاص ببينش ورم او اشي او حاجه. خفي شباب، تحمل تحمل تحمل، بدنا نشوف الجرح بس. لا يا عمري خفيش، والله ما تخافي، والله سلامتك. خلص بدنا الشفة، بدنا الشفة كده تصوير. نافخ كل صغير على الفش، فكل صغير يحلى الشفه البيت هيك، صحفيه وقصه ولحم حسب الاوقات. والاندونيسي كمان فوق بعض، خذها على الخاصه يحلى. يلا تعال. الحمد لله على سلامتك يا اخي. الله يسلمك. خفيش يا بابا، خفيش خفيش. يا رب يا رب، سلم سلم. خفيش يا بابا، خفيش. اكيد سمعتوا الدكتور، الدكتور حكى انه ضروري هاي لازم نعمل لها صوره اشعه. خفيش 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 يا اخي، طلع شوف جوا، قلت له طلع افتح الباب. انا في المستشفى، خفيش قلت له مع جوا جوليا خافت، صار ضرب صواريخ قريب من المستشفى والبنت خافت. حسبنا الله ونعم الوكيل، بس ايش بدنا نسوي، ايش بدنا نقول، هذا اللي بنقدر عليه. خفي شباب، انا هيني جنبك، ماشي يا عمري. احنا طلعنا من المستشفى وبدنا نروح على مستشفى تاني، لانه الاشعة في هاي المستشفى اللي رحنا عليها مغلق من الساعة 8 وبيفتحوا على الساعة 8 الصبح، فلانها مستشفى خاص يعني، فبدنا نروح على مستشفى حكومي ان شاء الله ونعمل لها صورة اشعة لاصبعها، لانه الدكتور حكى لنا واكيد سمعتوا انه رجلها اصبعها ضروري بده صورة اشعة، لانه يعني وارم، في ورم ولون الاصبع مختلف يعني صاير عزراق، صح؟ انا سامعك بتتمتمي، ايش بتحكي؟ يا رب تستر، يا رب استر، يا رب. احنا وصلنا المستشفى، المستشفى الحكومي. يلا يا جوليا، يلا يلا، سلامتك يا جوليا. مد مد رجلك، مد كويسه، بس شوف شوف الاصبع، الاصبع وارم وارم ولونه ازرق، اصبع وارم ولونه ازرق. سلامتك يا جوليا. حكيت لها شيلك، مش راضية، بدها تمشي وبتعرج على رجلها. رايحين على قسم العظام هالجيت عشان يشوفوا الاصبع ان شاء الله. اول مرة تجي على المستشفى هاي، ان شاء الله اخر مرة يا جوليا. برضو صار قصف كمان مرة، وجوليا هيك تعبت وخافت وصرخت، قاعدة بترج من الخوف. ما تخاف يا عمي، والله ما تخاف، احنا في المستشفى. ايش مالك؟ نعستي؟ طب خلص يا بابا، صح صح، احنا بنستنى في الاشعة، في دور كتير. خايفة جوليا نامت على كتفي، صحيتي يا عمري، سلامتك.
حسبنا الله ونعم الوكيل. انا معدي على صوره الاشعه. تعب يا حرام ناس. يلا عدينا غرفه الاشعه. جوليا جهزت حالها لصوره الاشعه. خايفه؟ لا يا عمري بتخوف الشاي صوره اشعه. ما تخافي. ليش؟ لقيته؟ طب خلص قلت لك اشيل اللي قلت لها اشيل لها ما بدهاش. بدنا نعمل صوره اشعه وبدنا نروح على الدكتور هالقيت عشان نطمن على اصبعها ان شاء الله ما بيكونش عندها كسر. هذا اصبعها. هاي صوره الاشعه. طمنا كيف ان شاء الله فيش كسر. مو هذا بس خطيره قاعدين. خفيش شباب خفيش. هذا صوت قصف طيران اسرائيلي خفيش. احنا عدينا على الدكتور والحمد لله طمنا على اصبع جوليا ما في عندها كسر نهائيا ولكن عندها جروح واحنا رايحين على قسم الاسنان هالقيت عشان عشان يلفوا لها الجرح والدكتور وصلنا انه الجروح هاي مش لازم يجي عليها مي عشان ما يصير التهابات وجراثيم. يلا هاي الغرفة بدنا نعملها فيها الغيار. الحكيم لف رجلها. يا عمري سلامتك. يلا بسيطة بسيطة الحمد لله انها اجت على قدر ايه. يلا عمري خلصنا هيك. يلا تعال بدي اشيلك. المرة تقوليش اللي بدك تمشي مشي. يلا تعال. جوليا شو بتتكلمي؟ ما تخافي بعيد. خافت من القصف صوت الصواريخ. شو بتتمتني؟ شو بتحكي؟ يا رب تستر تسلم يا رب يا رب. يلا 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 تعالي اساعدك. داشي انا ساعدها بالمره. طب بتقعدي عندي في حضني. تعالي تعالي اقعدي عندي. حاليا احنا مروحين من المستشفى ورايحين على البيت. زي ما شفتوا جوليا الحمد لله رب العالمين اجت هويتها سليمه. فالله يكون بعون الاطفال اللي في غزه كلهم مرعوبين هالقيتة وخايفين من اصوات الانفجارات اللي بتصير والقصف. حسبنا الله ونعم الوكيل. جوليا مرعوبه جدا يعني قاعده في حضني وبترتش من الخوف. فربنا يسلم. ما تخافيش. قاعدة بتتمتم بتقول سلم يا رب سلم. استر وسترك يا رب. شاطرة. صار قصف الله يستر. تخافيش شباب تخافيش الله يستر يا رب. زي ما انتم شايفين حاطة ايديها على اذنيها خايفة من صوت القصف وصوت الانفجارات لانه سمعنا واحنا في الطريق كتير اصوات انفجارات. يلا يلا يا جوليا وصلنا. يلا وصلنا احنا عند رصيدها ابو عبد الله. جينا عندهم. خليت امي قلقان عليك. يلا يا رب. خايفه؟ خلاص كفيش. هنا وصلنا البيت وطمنا على جدك. اصبعك منيح ما فيش فيه كسر الحمد لله رب العالمين. ليش خايفه؟ ليش يا ماما؟ الحمد لله سلمت. ايش؟ كيف جوليا؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله اللي الله ما ضرنا فيها. الحمد لله. كيف اصبعها؟ اصبعها؟ نعم. كويس. ف؟ في كسر؟ لا. نعم. العلاج ما قدرناش نجيبه الا لانه كل الصيدليات انسكرت. فش كله الوضع. طيب شو كسر الله يستر. ايه؟ الكسر اللي معها؟ لا ما عندها كسر ولا في عندها اي حاجه بس عندها جروح وورم. هذا كله بروح وبخف. الدكتور كتب علاج لنا ان شاء الله بكره بروح بجيب لها اياه. انتبهي ممنوع المي يجي على الجرح نهائيا. يلا تصبح على خير يا هم بدهم يروحوا يناموا. يلا تصبح على خير يا جوليا. الحمد لله على سلامتك. سلامتك يا عيني. صباح الخير. الله يسلمك.